مشكله دلوقتي، لان انا بصراحه مش عارفه اختار ما بينهم. الثلاثه عسل وعجبني لا جدا. مروه عجبني اكتر لا، وبعدين انا مختلفه معاكي في اسراء. لا انا مش مقتنعه بالكلام ده على فكره. لا بس انا مش عاجبني لانها ما ادتش فرصه لحد يتكلم غيرها. براحتها قطعوها وقالت لهم لا. انت تلاقيها قريبتك اساسا في الاخر. لا أنا مش قريبتي بس بلدياتي. ماشي. وانا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على شيماء. طب ايه الدرجات بقى اللي تحكم بينا؟ عطيها 8 في سرعه البديهه. انا اديتها 10 في سرعه البديهه و10 في الروح الرياضيه. انا اديت غفران في سرعه البديهه 7. اديتها برضو 8 في كل حاجه. وفي الروح الرياضيه 9 لانها كان روحها حلوه ودمها خفيف. ممكن نستعين بصديق؟ اهلا اهلا. ابتدي باسراء. كتر ان احنا نقعد نهزر كتير بيخلي الواحد في الاخر يفقد شويه ان هو يكون مثلا بيوصل معلومه. بنهزر بس بنهزر ونرجع تاني، لكن عمال على بطال عمال على بطال بيبقى شويه الموضوع وسع مننا، لكن غير كده انت فل الفل. وفران هم كانوا ماسكين مواضيع شويه، انت حساكي تايهه ما بينهم في النص، اللي هو ايه انت عايزه تقطعي تتكلمي بس، اللي هو لا 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 ولا لا لا، ايه بقى اللي في النص ده؟ ما في يعني مثلا لو هي بتقول حاجه فانت بتقطعيها عشان بس تعترضي. اما مروه ايوه فكان كله فل الفل ايوه، بس كان طول الوقت كلام مش سايبه لزمايلنا فرصه ان هم ينطقوا يفتحوا بقهم. يا عيني البنت بتنازع تقول الجمله تروحي هوب نطب. لا ده مش ده مش مش يعني مش بطوله ومش استعراض عضلات، لان لا لا خلص. يعني ممكن نتكلم نتكلم نتكلم، بس هو اسمه في الاخر برنامج لينا كلنا أكيد. واحنا كلنا بنكمل بعض، ومفيش حد ينفع ان هو يقعد يرغي طول الوقت والا كان عمل برنامج لوحده أكيد. ما كانش قبل ان يبقى حد معاه اكيد. تمام ميرسي يا بدريه. بدريه الشرانيه. اه كلهم مش خالص كلنا مش مزاج كلنا. ايه اللي عملوه؟ واحده رافعه لي حواجبها والثانيه قاعده والثالثه بس ما فيش غير الخاتم اللي عامله لي كده. ايه ده مش عاجبك؟ طيب انت لو عايزه تقولي قولي. طيب انا هقول لكم رايي وهنقول النتيجه. اسراء ما بتعرفيش تاخدي فرصتك في الكلام، يعني انا مع ان انت لما ما تقطعيش حد، بس مش مع ان انت تسيبي اللي قدامك يتكلم طول الوقت وانت تقعدي طول الوقت ساكته. دي مش حاجه صح، مش والا هتلاقي نفسك ما بتتكلميش خالص، وتقريبا انت كنت عايزه تقولي حاجات كتير وما لحقتيش تقوليها لان انت ما لحقتيش تاخدي فرصتك. غفران انت كنت مهتمه بالاتيتيود اكتر من الـ من الـ من المضمون. عماله تعملي كده وتعملي كده طول الوقت وهو ده. مفيش انبوت، مفيش حاجه اضافه. مروه بتكلمي طول الوقت طول الوقت طول الوقت طول الوقت ومش مديه فرصه لحد انه يتكلم. انا عارفه ان عندك افكار وعندك حبل افكار متصل عايزه تقوليه، ولكن في زميلات ليكي قاعدين على الترابيزه كانوا كتير مهذبات ان هم ما قطعوكيش. بس انت ما كانش صح ان انت ما تديهمش فرصه يتكلم. ذاتس مين؟ يعني ده معناه ده معناه ام سوري لا ذاتس مين؟ يس بايدك اليمين ان شاء الله. انا اسفه عشان انا بتكلم انجليزي. لا لا انا اسفه انا بفهم عربي على فكره كويس قوي. لا يعني لا وكمان كانها بتقول لك ايه انجزي يعني انت قلتي لي كل اه. لا بقى معناه ايه بقى؟ معناه ننجز. لا والله ما قلت ليلتك. والله ما قلت انا ليلتك بيضه. بصي انت فهمتي والنعمه اللي قلت بيضه بليزر لون معبيتش الحلوه دي. شوفوا كنا واخدين قرار. لا انا بس عايزه كنا واخدين القرار كده اهو جه كده ثانيه اهو جه كده. انت هتقولي النتيجة؟ اه والله اقولها انا واديها لهم في وشهم التلاتة. التلاتة قوي. اه النهاردة اوكي. المفروض ان احنا بنختار اتنين هما اللي هيقعدوا، واحدة هتمشي. أول متسابقة هتفضل معانا هي إسراء. مبروك يا إسراء.
تفتكروا بقى دلوقتي مين هيقعد ومين هيمشي؟ معروف. مش معروف بالظبط. ذات مين؟ اوكي. يا ترى جود باي. يا ترى يا ترى اللي هتقعد هي غفران ولا اللي هتقعد هي مروة؟ اعملي زي ما قلت لك وخلصي نفسك. اوكي تعالوا نعمل بقى كيلو بامية. يلا. بس دلوقتي بقى 2 كيلو عشان البامية. اللي على الوش مين واللي على الظهر مين؟ كيلو بامية. لا طب يا جماعه للاسف انا اسفه جدا 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 انا مضطره اقول النتيجه. مروه. ايوه مروه هتقعدي معانا مبروك، ولكن غفران المفروض تمشي. بس لان احنا هنقول لها مبروك لان هي كمان هتكمل معانا. تسلم معاك. انتوا التلاتة عسلات. ميرسي يا بدرية. شفتوا بقى رأيي؟ شفتي بقى ما قلتلكوا التلاتة عسلات؟ ردتك يا مروة؟ أنا أسف مروة أسفين. إحنا ما عندناش قوانين، إحنا بنغير القوانين. وبكده اتأهلوا معانا للمرحلة التانية غفران وإسراء ومروة. يا عيني شفتوا مروه اتخضت ازاي؟ بس احنا هبشناها مروه اخر وقت مبتسمه واحنا يا عيني عمالين نبث فيها. لا وتخيلت ان انا خلاص كرهاها مع اني اكتر واحده انا مديها درجات. بس لذيذه روحها رياضيه جدا. جدا. وغفران يا حرام خافت قوي قوي في اخر لحظه. بصي هم الثلاثه عندهم حاجات هيدوها تبقى كويسه قوي. هم الثلاثه منافسين جامدين. هيجي منهم كويس قوي ان شاء الله. طيب مشاهدينا خلصت نفسنا جوت تالنت. تصبحوا على خير.